يالله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه وتعالى من قائل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأفاضل، أيتها الأخوات المسلمات الفاضلات، يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم التنزيل بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى؟ أعنده علم الغيب فهو يرى؟ أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى؟ ألا تزر وازرة وزر أخرى؟ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط، آمين اللهم آمين. أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الفاضلات، في هذه الآيات الجليلات تعرف الله سبحانه وتعالى إلينا، عرفنا على نفسه من خلال أوصافه وأفعاله، وأنه وأنه وأنه، وركز على أشياء بعينها أو بأعيانها، كما قال سبحانه: وأنه هو، فصرح بالضمير ثم كرره أيها الإخوة ليدل على الحصر، هو وحده من فعل ذلك سبحانه وتعالى، وليدل أيضا في فهم المتواضع على أن هذه القضايا قضايا فطرية أو قضايا غرزية مخلوقة لله سبحانه وتعالى، وإن يكن كل شيء مخلوقا له سبحانه وتعالى لا ريب، لكن هذا دلالة أيها الإخوة على وإشارة إلى أصالتها وغرزيتها وفطريتها في الإنسان، وأنه هو أضحك وأبكى. وحين نعود إلى دواوين المفسرين الكبرى
يفجأنا أنهم يجاوزون أمثال هذه الآية، هذه الآية وأمثالها أيها الإخوة على عجل، وأنه هو أضحك وأبكى على حقيقته. أضحك بمعنى خلق فعل الضحك كما خلق فعل البكاء. وبعضهم يقول خلق قدرتي أي إمكانيتي الضحك والبكاء كالمعتزلة، وفيها كما قال اللوسي دسيسة اعتزال، لأن الأفعال مخلوقة للعبد وليست مخلوقة لله، أما الغرائز فهي مخلوقة لله. على كل حال، وإن يكن التفسير نفسه أقرب إلى الحقيقة، أن هذه الأشياء هي قدر وإمكانات فطرية. مسألة الأفعال بعد ذلك إخراج هذه القدر من حيز الإمكان إلى حيز الفعل بتوسيط الأفعال نفسها مسألة ثانية، وهي معترك كلامي لا يعنينا منه شيء في تفسير هذه الآية الجليلة. وبعضهم قال أضحك وأبكى بمعنى خلق ما يبعث على الضحك من الأفعال الطيبة، وما يبعث على البكاء من الأفعال الموجعة كالمصيبات والآلام والتباريح. بعضهم قال أضحك أهل الجنة وأبكى أهل النار، وكل هذا على الحقيقة. وبعضهم قال، وهذا من باب المجاز، أضحك الأرض بالمطر، أضحك الأرض بالنبات وأضحك السماء بالمطر، وهذا مجاز. على كل، أيها الإخوة، الموضوع أعمق وأبعد من هذا بكثير. ثم ينتهون، هذا ما عندهم. إذا لماذا صرح بالضمير وأنه، ثم كرره بقوله هو وأنه هو أضحك وأبكى؟ المسألة خطيرة، ويبدو أن لها وزنا كبيرا أيها الإخوة إذا تعلق الأمر بحياة الإنسان، ربما بصحة الإنسان العقلية والنفسية وأيضا الاجتماعية. تشير آخر وأحدث الدراسات في هذا الباب إلى أنه بحلول عام 20 أيها الإخوة و2000، يعني بعد أقل من 15 سنة، ستكون أعظم الأمراض سريانا وشيوعا وتدميرا للنوع الإنساني هو مرض الإحباط، مرض الاكتئاب، ديبريشن أو ديبريسيون كما يقول هنا بالألمانية. هذا هو المرض الذي سيكون المرض رقم واحد في تحطيم النوع الإنساني، الديبريشن، ليس الكانسر أو السرطان، ليست الأمراض الوعائية كما يقال، أمراض القلب والأوعية الدموية، وليس ما سوى ذلك، إنما هو الديبريشن. ويقول العلماء أيضا إن الطفل الإنساني، وبين مزدوجين الطفل أيها الإخوة، كما الإنسان البدائي، هما النسخة الأكثر أصالة للفطرة الربانية. الطفل كما الإنسان البدائي هما النسخة الأكثر ترجمة للغريزة والفطرة كما خلقها الله. لا أثر كثيرا للثقافة، لا أثر عظيما للثقافة عند الطفل ولا عند الإنسان البدائي الذي يتطلق ويتبسط أيها الإخوة وينبعث ويعيش كما يحلو له، كما تفرض عليه دوافعه وحوافزه الداخلية في المستوى الغرزي، في المستوى الغرزي. الطفل أيها الإخوة، يشير العلماء إلى أنه يضحك في اليوم 400 مرة. الطفل السوي الذي يعيش حياة سوية يضحك في اليوم بمعدل 400 مرة، في حين يفتخر بعض البالغين أو الراشدين إلى الضحك 1 مرة في اليوم، وهؤلاء هم المصابون بمرض الاكتئاب أو ما يسمى في فصيح العربية بالكنظ، مرض الكنظ، ديبريشن. الكنظ هو الاكتئاب بلغة العصر، وهو المرجح أيها الإخوة، أو على الأرجح ما أصيب به الإمام أبو حامد الغزالي كما وصفه في كتابه الذائع الصيت المنقذ من الضلال، وصف تماما أعراض مرض الاكتئاب، أصيب بالاكتئاب رحمة الله عليه، ووصفه وصفا دقيقا جدا. كان مكنوظا، أي كان مكتئبا، محبطا، يائسا. هذا يدمر الإنسان أيها الإخوة. لماذا؟ باختصار، وحديثنا اليوم عن الضحك وليس عن الاكتئاب، لكن بأضدادها تعرف الأشياء. في مرض الاكتئاب يقل أيها الإخوة إفراز مادة سحرية مسؤولة بدرجة أولى عن حالة الانتعاش والمرح والسعادة فينا، سيروتونين، العرب يقولون سيروتونين، هذه المادة هي المسؤولة، يقل إفرازها لحساب إفراز هرمونات مضرة
هرمونات سلبية هي الهرمونات الكظرية أو ما فوق الكلوية مثل الأدرينالين ومثل الكورتيزول. الكورتيزول والأدرينالين أيضا هرمونان مهمان في حالات معينة، وهو هرمون اضرب أو اهرب كما يقولون fight or flight، هرمون معروف مهم، لكنه إن زاد أو استمر فهو صنبور من الماء أيها الإخوة، يقطر سما، سم في حياة الإنسان، ينتهي إلى تدمير جهاز المناعة أو معظمها أيها الإخوة، إلى تدمير أعضاء البدن، وهذا ما يسبب الحالات المتقدمة جدا من الاكتئاب. الكورتيزول والأدرينالين صنبور فاسرهان يقطر سما إذا استمر أيها الإخوة. ولذلك مثل هذا لا ينتظر منه أن يضحك ولا أن يتطلق ولا أن يبتسم ولا أن يلقى الناس بوجه مستبشر أيها الإخوة، بوجه طلق. هو زاهد في كل هذا لأنه لا يستطيعه، لأنه لا يستطيعه. أما الإنسان الضاحك كالطفل تماما وكالبدائي فهو الإنسان السعيد، وهو النسخة المعبرة عن خلق الله، عن فطرة الله. لذلك كان بعض العلماء المصريين من أهل الدين والفلسفة أيضا يتظرف فيقول لابد أن نضحك، ما وسعتنا الظروف والمناسبات، وهي الآن تقريبا لا تسعون للأسف الشديد، لأن الضحك من علامات الإيمان بالله. فيسأل كيف؟ قال وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أضحك وأبكى من علامات الإيمان بالله. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم كما أخرجه الإمام الترمذي في شمائله المحمدية أكثر الناس تبسما وضحكا في وجوه أصحابه، كان أكثر الناس تبسما وضحكا وخلطا لنفسه فيما هم بصدده، لا يترفع ولا يستكبر أيها الإخوة عن أن يخوض فيما يخوضون فيه ما لم يكن إثما ولم يكونوا بالأثم رضوان الله تعالى عليهم. نعم، هذا تواضعا من وأوصى خليله وحبيبه وتابعه أبا ذر الغفاري كما في صحيح مسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. طلق وجهه إذا استبشر، طلق وجهه يتطلق فهو وجه طلق، فهو وجه طلق أيها الإخوة، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وأيضا قال لأبي ذر كما عند الترمذي في جامعه قال: وتبسمك في وجه أخيك لك صدقة. تبسمك، لكن البسمة الصادقة، ليست بسمة مضيفات الطيران عند الوداع، ولا بسمة قرصون أو النادل في مطعم أيها الإخوة، هذه البسمات الكاذبة الزائفة التي لا تعبر عن سعادة. قد يبتسم ويتطلق أيها الإخوة وهو مكتئب مكنوض، وهو مكتئب مكنوض، لا، إنما البسمة الصادقة الدالة على المحبة. العرب كانت تقول: أول المودة الطلاقة، أول المودة الطلاقة، طلاقة الوجه. والمادة نفسها يعني طاء لام قاف طلقة تدل على الإرسال والتخلية، ومن الطلاق. فأرسل نفسك على سجيتها، أرسل نفسك على سجيتها. وأعظم ما يوجب الطلاق في ظني وفي وهمي أيها الإخوة هو ماذا؟ هو أن ترسل نفسك وذاتك وكليتك بين يدي الله تبارك وتعالى، كالميت بين يدي الغاسل، اترك أمرك بالكامل له. دائما أشبه أيها الإخوة وأمثل هذا الأمر بهذه الأمثلة التي يعني تدغدع عواطفي الإيمانية. حين أكون في سيارتي أقود أولادي جميعا وهم في وسط وفي مؤخرة السيارة، يلعبون، يهزجون، ينامون أحيانا غير عابئين بما يعني يمكن أن ينجم عن هذه القيادة، وهل هي قيادة حكيمة؟ هل هي قيادة دقيقة؟ هل هي قيادة حذرة أو غير ذلك؟ لماذا؟ لأنهم واثقون من ماذا؟ من أبيهم أيها الإخوة، وأن أباهم من المستحيل أن يدهورهم، من المستحيل أيها الإخوة أن يأخذهم إلى إيه؟ إلى هلكة. فكيف برب العالمين وهو أرحم بنا منا بأولادنا بلايين وبلايين المرات عز وجل؟ لماذا لا نترك أنفسنا بالكامل بين يديه، نرضى بقضائه، نسلم له سبحانه وتعالى؟ ولا أريد أن أفصل هذه الجملة، لأن بعض القضاء أيها الإخوة من المحمود بل من المأمور شرعا أن يقاوم بأخذ أحب إلى الله، لكن أتحدث عن القضاء الذي لا يقاوم، قضاء لا يرد من الله. لماذا؟ لماذا لا نسلم له؟ أمضي القضاء على الرضا مني به، إني وجدتك في البلاء رفيقا.
وكم رمت من أمر خرت لي في انصرافه وما زلت بي مني أبر وأرحم. هذا هو الصحيح. فهذا يعطي الإنسان طلاقة وتطلقا وراحة وطمأنينة وانشراحا، ويكون دائم البشر أيها الإخوة، دائم البشر، لا يكون باسرا. البسر والبصور عكس ماذا؟ الاستبشار والطلاقة. قال وجوه يومئذ مستبشرة، ووجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. في سورة القيامة قال إيه؟ باسرة، وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. فالمؤمن لا يعرف البسر والبسور، وإنما يعرف البشر والحبور أيها الإخوة، لأنه راض بقضاء الله. ذاق طعم الإيمان من آمن بمواقع القضاء، يقول ابن عبد العزيز رضوان الله تعالى عنه وعليه. فنعود أيها الإخوة، إذن ما ينتظر البشر أيها الإخوة هو مرض الاكتئاب الذي سينغص عليهم حياتهم، سيمنعهم حتى من أن يتمتعوا بطيبات الحضارة ومرافق المدنية، سيغدو كل شيء بلا طعم بلا لون بلا فائدة بلا معنى. كثير جدا من المكتئبين ينتهون بالانتحار أيها الإخوة، طبعا كثير جدا منهم ينتهون بالانتحار طبعا. وإذا ذكرنا الاكتئاب فلا بد أن نذكر الدواء الأشهر بروزاك. ماذا يفعل بروزاك؟ فقط هو يستحث الجسم، الدماغ يعني، لكي يفرز مادة السيروتونين، إذا أفرزها يعود. طيب نعود أيها الإخوة، وأنه هو أضحك وأبكى كما قلنا الآية فيها ما يبوح ما يشي بفطرية هذه الاستجابة العجيبة، الضحك والبكاء. حديث اليوم فقط عن الضحك، البكاء يحتاج إلى إيه؟ إلى خطبة أخرى أو أكثر. وأنه هو أضحك وأبكى. العجيب أن العلماء أيها الإخوة يقولون الإنسان حين يضحك فهذا الفعل، وحين يبتسم ويتطلق فهذا الفعل ليس محض فعل واعٍ بالكلية، بل هو مزيج وخليط من أجزاء واعية وأجزاء أكبر منها لا واعية لا تتحكم فيها أنت، لأن المسؤول عنها ما يعرف بالدماغ أو بالعقل العاطفي emotional brain، الدماغ العاطفي، وهو الدماغ الأكثر قدماً، الأقدم في سلم تطور إيش؟ الدماغ الإنساني. جذع الدماغ سيموفرين يسمى أحياناً بدماغ الزواحف، وهو المسؤول عن وظائف الحياة أو الموت كالتنفس مثلاً، والمسؤول عن استجابة الضحك بشواهد كثيرة الآن ثبتت علمياً، هو المسؤول أيضاً عن ذلك. وهناك أجزاء خاصة كاللوزة، الأميجديلا مثلاً، الأميجديلا أو اللوزة هي مسؤولة، مع أيضاً جزء آخر أيها الإخوة وهو الجهاز الحوفي القديم Ancient Limbic System، الجهاز الحوفي القديم. هذا كله ما يعرف بالمخ العاطفي، بالمخ العاطفي، وهو قديم جدا في الإنسان، وهو قديم جدا في الإنسان. بعد ذلك تطور هذا الدماغ، تطور هذا المخ إلى مخاخ، في الحقيقة هي مخاخ وليس مخا واحدا، والفصيح أن يجمع مخ على مخاخ أكثر من أمخاخ، هي مخاخ متعددة ومتراكبة حتى وصلنا إلى المخ المفكر، الدماغ المفكر The thinking brain، وهو ما يعرف تماما أو بالتحديد ما يعرف منه بقشرة مقدم الجبهة prefrontal cortex، قشرة مقدم الجبهة، وهي المسؤولة عن تحكمنا في عواطفنا وإدارة أحاسيسنا. لكن أصل هذه العواطف والاستجابات في المخ ماذا؟ في المخ الزواحفي، في المخ العاطفي، في المخ القديم، تحدث تلقائيا وبطريقة غرزية، وبطريقة غرزية. هذا كلام ربما يكون تخصصيا غير مفهوم لكثيرين، لكن بمثال بسيط مثلا، شخص معين أنت لا ترتاح إليه، تنافسه منافسة ربما غير شريفة، يا سيدي فلنقل شخص هو خصم لك، بمعنى من معاني الخصومة خصم في أي ميدان من الميادين، تلتقيه ذات صباح أو ذات مساء، تتبادلان التحية والابتسام تكلفا طبعا، لأنه لا يطيب لك ولا له إيه لقاء كل منكم إيه لصاحبه، ثم بعد ذلك يخبرك أنه قد وقعت إيه قد وقعت به مصيبة، تند منك ابتسامة سريعة، طبعا أنت تفرح بمصيبة خصمك بمصيبة عدوك، لا تلبث أن تتحول أيها الإخوة في غضون أقل من ثانية إلى ماذا؟ إلى تكلف القلق والهم أو الاهتمام، كيف؟ لا حول ولا، لكن بعد أن ندت الابتسامة. طبعا هناك إيه؟ حديث أو مونولوج داخلي عندك، وهناك أيضا مونولوج إيه؟ داخلي عنده يحاول أن يفسر ما رأى، لقد بدت أيها الإخوة ابتسامة، هذا حصل ويحصل دائما أيها الإخوة.
طبعا أنت محرج الآن في ظرف حرج جدا جدا، لأنك وضعت نفسك، وهذا خطأ في هذه الوضعية. في الحقيقة أنت لم تضع نفسك، إنما وضعت في هذا الموضع. لماذا؟ المخ الغرزي ابتسم أيها الإخوة، أعطى أمرا بالابتسام، فندت ابتسامة لم تكن عريضة، لم تكن كاملة، ولم تستحي إلى ضحكة مع قهقها. أحيانا يحصل هذا عند بعض الناس الذين لا يتحكم مخهم المفكر في مخهم العاطفي، وربما تستحي إلى كارثة. لكن مباشرة لم يفعل المخ العاطفي ذلك، إلا ريثما أعطى المخ المفكر الإشارة، لا، لابد أن تلتزم الآداب وأن تظهر الاهتمام والقلق على الأقل من ناحية إنسانية، من ناحية إنسان. لا تكون شامتا، الشماتة شعور غير محبب، الشماتة شعور غير محبب وغير ممدوح وغير طيب. فتبدأ تتعمل وتتكلف القلق والانهمام والاهتمام بمشكلة الخصم الصديق أو الصديق الخصم، هكذا. فإذا أجزاء كثيرة غير واعية، وجزء منها هو الجزء إيش؟ الواعي أيها الإخوة. هذه الآلية التي يحصل بها مثل هذا الأمر، أو يتفق حصول مثل هذه الأمور معنا تقريبا يوميا، تقريبا يوميا. هل هناك من علائم، ولا أريد أن أحرض بعضنا على بعض، هل هناك من علائم نستطيع أن نعرف بها من يتعاطف معنا حقا ممن يتكلف التعاطف وهو شامت، شادن فرو كما يقول الألمان، مع أن هذا تعبير ليس دقيقا كترجمة. نعم هناك علائم، وتعود القصة إلى عالم فرنسي عبقري اسمه ديوتشين أيها الإخوة، دي بولون، في القرن 19، إذ أجرى دراسة رائدة في مضمارها، أراد أن يدرس بها التعابير والأحاسيس، التعابير عن الأحاسيس والمشاعر لدى الإنسان. وقادته هذه الدراسة أيها الإخوة إلى هذه النتيجة، لا نريد أن نذكر تفاصيل هذه الدراسة أو بعض تفاصيله، قادته إلى هذه النتيجة. حين يبتسم الإنسان بصدق، تتحرك عضلات معينة في وجهه، وخاصة العضلات التي تكون حول العين أيها الإخوة، لذلك يتغضن الحاجب وينزل قليلا، ينزل قليلا، تكون هذه الضحكة حقيقية أو البسمة حقيقية. وهنا في مكتشفات العقود الحالية المتأخرة أيها الإخوة، هذه الحركات لهذه العضلات بالذات تحفز مراكز السعادة في الدماغ، وبالذات في الجهة اليسرى من القشرة في مقدمة الجبهة. هذا بالإمرية أو بالتصوير بالرنين المغناطيسي يظهر بشكل واضح أيها الإخوة، في شكل إشارات ملتمعة. بعض الناس لشدة أيها الإخوة ما يتمتع بفرض السعادة، تغدو هذه الصورة كأنها تلتمع في بحر من الأضواء والأنوار، سعيد حقيقة أيها الإخوة. نعم تظهر كذا الصورة، وهذا الجهاز يعطينا 30 أو 35 صورة في كل ثانية للدماغ، جهاز متطور جدا، وهو الأضخم والأكثر تخصصا من نوعه في العالم المهم، والناس تتفاوت في هذا. ولكن إذا ضحك الإنسان أو ابتسم بسمة متكلفة، فإن العينين والحاجبين أيها الإخوة وتغضن العينين كل أولئك يبقى على ما هو عليه، فنعرف أنه متكلف، أنه متكلف. هذا ما اكتشفه دوتشين، ولذلك طبعا بحثه لم يستفد منه كثيرا، استفاد منه تشارلز داروين صاحب أصل أنواع في كتابه الرائد أيضا التعبير عن الانفعالات في الإنسان والحيوان. وداروين فقط لم يقل بأن الإنسان قرد أو الإنسان تطور، له أبحاث علمية ممتازة وعميقة جدا، هذا من أعمقها، التعبير عن الأحاسيس عند الإنسان والحيوان، استفاد من كتاب الفرنسي دوتشين دي لوبون. نعم ولكن مات هذا الاسم أيها الإخوة، ولم يلقى يعني مصير المشاهير من الباحثين والخبراء، إلى أن جاء العالم الذي لا يزال حيا إلى اليوم في الستينيات، وهو الخبير والعالم رقم واحد على مستوى العالم كله في دراسة تعبيرات الوجه والمشاعر والأحاسيس، إكمان، الدكتور بول إكمان من جامعة كاليفورنيا سان فرانسيسكو. هذا الرجل درس في منتصف الستينيات تعبيرات الوجه، التعبير على الأحاسيس والمشاعر، لكن ليس في شوارع نيويورك أيها الإخوة، وإنما في بابوا غينيا الجديدة، في بابوا قرية اسمها بابوا في غينيا الجديدة، بابوا نيو غيني. فدرس هناك ليفاجئ الرجل بأن البشر جميعا من شوارع نيويورك إلى الأزقة في
بابوا غينيا الجديدة يعبرون بنفس الطريقة، لأنهم أبناء أب واحد وأم واحدة، لأنهم أخوة فعلا. ليس هؤلاء أنصاف بشر، وهؤلاء ثلاث أربع بشر، وهؤلاء بشر كاملون، لأننا إخوة فعلا نفس الشيء، نعبر بنفس الطريقة. لكن المسألة معقدة جدا. يقول الدكتور إيكمان: السعادة مثلا، الضحك، الفرح، ليس مجرد شعور واحد بسيط نقول هذا سعيد. سعدنا. استطاع أن يميز إيكمان بين 16 نوعا من أنواع الابتسام والسعادة أيها الإخوة، 16 نوعا. اللغات نفسها تضيق أحيانا بتوصيف هذه الحقائق والظاهرات. ويضرب إيكمان مثلا بالنجاح، وأنا سأطرح على نفسي وعليكم سؤالا على من يعرف الإنجليزية والألمانية وحتى اللغات الأخرى حتى العربية لغتنا، هل في هذه اللغات مثلا كلمة تعبر، كلمة واحدة ليس جملة وصفية، كلمة تعبر عن شعور الفرحة والسعادة والرضا بما يحققه الإنسان مثلا، عفوا، عبر أجيال أبنائه وبناته وأحفاده من نجاحات، بمعنى يعني كلمة تعبر عن سعادته بإنجازات ذريته، هل هناك؟ في الإنجليزية غير موجود، في الألمانية غير موجود، في العربية مبلغ علمي غير موجود، في العبرية مثلا موجود، خارس، كلمة خارس بالعبرية معناها سعادة الإنسان بما أنجزه أولاده وأحفاده، في اللغات الأخرى غير موجود. طيب، هل هناك كلمة مثلا في الإنجليزية تعبر عن سعادة الإنسان بما يقع فيه خصمه كالمثال الذي ضربته قبل قليل من مصائب أو بلايا أو محن؟ قد تقولون الشماتة. لا، الشماتة شيء آخر، بالعكس، أنت قد تظهر أعلى قدر من التعاطف والقلق والاهتمام والترحم، لكنك في الحقيقة وفي الداخل سعيد، عندك نوع من الرضا، عندك نوع من السعادة. لو صورنا دماغك بجهاز التصوير بالرنين المغناطيسي سنرى أنه يعطي إشارات نحو جهة اليسار وليس نحو جهة اليمين، فنعرف أنك سعيد، جسمك يكذبك. هناك كلمة عظيمة جدا لسيغموند فرويد النمساوي رائد التحليل النفسي، يقول فيها: من كان له أذنان، هو يقتبس طبعا الإنجيل، فليسمع، ومن كان له عينان فليرى. لا يوجد ثمة أحد يستطيع أن يحتفظ بسر. اللي بقولك لا في سر، مستحيل، ما في سر في الكون، مستحيل عند بني الإنسان. إن سكتت شفتاه ثرثرت أصابعه. إذن هناك إيه؟ عدة طرق، وهذه كلمة عبقرية من عالم عبقري بلا شك. هناك طرق كثيرة يفضح بها الجسم وتفضح بها الأحاسيس والتعابير والحركات، إيه؟ ما تكنه الصدور. قال تبارك وتعالى: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في ماذا؟ في لحن القول، التنغيم أيها الإخوة، مراعاة إيه؟ الانقطاع في التنغيم والإيقاع، اللحن، لحن القول، نعرف. لذلك أنا أقول نستطيع أن ننفذ إلى جوزة الآخر، الآخر مثل جوزة صحيح مقفلة على لبها، قشر مقفل، نستطيع أن ننفذ إلى جوزة الآخرين عبر ماذا؟ أولا عبر العيون، والعين تعرف من عيني محدثها إن كان من حزبها أو كان من أعاديها. الدراسات أيها الإخوة على تطور الطفل والطفولة تؤكد أن الطفل بدءا من الشهر الثاني، معظم الأطفال بدءا من شهرهم الثاني ينظرون أكثر شيء إلى العينين، ليس إلى أيدينا ولا إلى أنوفنا، إلى العينين في وجوهنا، وهذا شيء إلهي، وهذا شيء إلهي، إلى العينين. نعم، لأن العينين لغة أيها الإخوة، مفهومة عند من يعرفها. قد تقولون بعض الناس لا يفهم لغة العينين. الذي لا يفهم لغة العينين بالحري لا يفهم لغة أيضا إيش؟ لغة الوجه، لغة الابتسام، لغة البصر، ولا لغة الجسم. وهذا هو المسمى في علم النفس بأعمى العقل، وهو المريض المتوحد المصاب بإيه؟ بمرض التوحد أو تزن. الشخص المتوحد أيها الإخوة لا يستطيع أن يتواصل معنا بشكل سليم، لا لغويا ولا عاطفيا. قد يكون عبقريا في الرياضيات، تعطيه 10 أرقام ضرب 9 أرقام يعطيك نتيجة قبل الكمبيوتر، لكنه متخلف اجتماعيا. نعم، كثير من هؤلاء الذين يقفون في تخوم وعلى تخوم العبقرية متوحدون للأسف. نعم، أشخاص متوحدون وهم فاشلون عاطفيا، فاشلون اجتماعيا، وأكثر شيء يفشلون أيضا أسريا، أزواج فاشلون، آباء فاشلون، إن سنحت لهم فرصة أن يكونوا آباء أصلا. نعم، فهذا هو أعمى العقل.
هؤلاء كما نتجشم نحن صغارا أعباء تعلم مهارة الكتابة، عليهم أن يتجشموا صغارا في مدارس ومعاهد خاصة أعباء ماذا؟ أعباء قراءة التعابير، يعلمون ذلك تعليما. إذا رأيته انفرج شفتاه فهذا معناه أنه راض، إذا رأيته زم شفتيه مثلا ورفع حاجبيه فهذا معناه أنه منداج. احفظ هذا، يحفظ هذا، هذا هو المتوحد المسكين، هذا أعمى العقل، هذا أعمى العقل وإن كان بصير العين وإن كان عبقريا في بعض المهارات، هذا المتوحد. بعض العلماء الكبار ومعه الحق يسمي عصرنا هذا عصر التوحد، لأنه على ما يبدو ينحو منحا أو ينحو الناس فيه أو معظم الناس منحا ألا يكترثوا بمواقف ومشاعر وتعابير الآخرين. الكل يسأل عن نفسه ونفسه فقط، فهذا العصر كله هو عصر التوحد، لكن التوحد المصنوع وليس المفطور أو المغروز، المصنوع، ثمرة من ثمار هذه الحضارة المادية، ثمرة من ثمار هذه الحضارة المادية. إذن عبر العينين، عبر التعابير أيها الإخوة، عبر حركات البدن، عبر لحن القول، عبر لحن القول، هذا ما يعرف بعلم قراءة الأفكار، هذه مداخله وهذه دعائمه وأساطينه، هذه الأشياء وغيرها، لكن هذه أشهرها أيها الإخوة، هذه أشهرها. الإنسان المتسم بالذكاء العاطفي العالي يكون متفوقا في هذه المجالات، يقرأ الكلمات جيدا، يقرأ البدن جيدا، يقرأ العيون السحنة أيها الإخوة، قسمات الوجه جيدا، ويعرف تماما الرسالة الحقيقية التي عند الآخر وليست الرسالة المزيفة، وليست الرسالة المزيفة. على كل، نعود إلى موضوعنا. الأطفال أيها الإخوة يبدأون في الابتسام منذ الأسبوع الرابع من أعمارهم، وهذا شيء عجيب، يبدأ يبتسم، لكن يبدأون فيما يشبه الضحك أيها الإخوة، الابتسام الحقيقي في الشهر الرابع، في الشهر الرابع هذا أول فونيم كما يقولون في لغة الحب الصامتة، أول فونيم في لغة إيه؟ التواصل الأخرس، لكنه في الحقيقة ليس بأخرس، هذا ناطق لكن بلغة ثانية، بلغة ثانية له فونيمات أخرى، الابتسامة. وهنا يتحول أو تتحول علاقة الأب بالذات، الأم أقل من ذلك لأنها أكثر اعتلاقا وحميمية، وإنما الأب تتحول علاقته تقريبا بشكل دراماتيكي بصغيره حين يبدأ يبتسم له ويبادله الابتسامة بالابتسام. يقول بعضهم لولا ذلك لم تلأت دور الملاجئ، لتخلى كثير من الأباء عن أبنائهم، لا يريده، ماذا يريد إيه؟ من كائن ميكانيكي، من شبه آلة. لكن هذه الاستجابة الحقيقية عبر الابتسام، عبر الابتسام. العجيب الآن أيها الإخوة، وهذا يؤكد نظريتنا المأخوذة والمستلة من كتاب الله تبارك وتعالى، أن الأطفال الصم البكم يمارسون الشيء نفسه وفي العمر نفسه، وهذا غريب عجيب. يبتسمون في الأسبوع الرابع، يطورون الابتسام إلى ما يشبه مشروع ضحكة كاملة في الشهر الرابع. والعميان كذلك، الأطفال العميان، وهذا هو العجيب. إذن وأنه هو أضحك وأبكى، شيء رباني، شيء فطري مغروس ومغروز، ليس شيئا نتعلمه بالتربية، ليس مهارة ثقافية أيها الإخوة نأخذها بالتطبيع الثقافي، وإنما شيء نولد به أيها الإخوة، نولد به، وله فوائد كثيرة، فوائد في التواصل الاجتماعي هي تحتاج إلى محاضرة بحيالها، فوائد أيضا على المستوى الصحي أيها الإخوة، على المستوى الصحي، يعني حين نضحك كثيرا أيها الإخوة هل فعلا نستفيد صحيا؟ طبعا نستطيع أن نقول بلغة أرسطو هذا يشكل تطهيرا للبدن، كاتاريسيس يعني كتراسيا، التطهير. أرسطو كان ينظر إلى المسرح نفسه على أنه كتراسيا، على أنه تطهير. إذا تتابع الدراما نقول نحن حتى أو كوميديا، لأن أرسطو لم يكن يشجع الكوميديا، كان يعتبرها ماذا أيها الإخوة؟ بلاهة ودمامة، يقول الضحك دمامة والذي يضحك دميم، مثله أفلاطون، مثله أفلاطون في المدينة الفاضلة، كان يشجع الفاضلين أيها المرشحين أيها الإخوة لقيادة المدينة الفاضلة فقط أن يبتسموا، أما أن يضحكوا فلا، لأن الضحك يليق بالمستخدمين والأقنان وليس بالرجال الأحرار الأذكياء. هذا كلام فارغ، هذا بقي عند الشعوب التي تعاني من تخلف أيها الإخوة في رؤيتها لأنفسها وفي رؤيتها للحياة والأقدار إلى اليوم. في المثل العربي، وأشرت إلى ذلك مرة في خطبة عن السعادة، الحق في السعادة أعتقد أو على ما أذكر، في المثل العربي العامي، إذا ضحك الناس لحظة نصف ساعة كذا يستعيذون بالله من شر هذه الساعة ويسألون الله أن يعطيهم خيرها،
لأنهم يظنون إذا ضحكوا فلا بد أن يصابوا بمصيبة. لماذا يا أخي؟ لماذا؟ كأن القدر يتربص بنا ليعاقبنا على فرحنا وسرورنا. بالعكس، الله عز وجل أكثر ما يرضيه تبارك وتعالى أن يكون المسلم والمؤمن والإنسان عموما مسرورا، لكن في غير معصية. لذلك أعظم الأعمال والعبادات والقربات سرور تدخله على قلب المسلم. تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، هذا من المعروف. هذا من النبي كان أكثر الناس تطلقا وضحكا وتبسما في وجه أصحابه. لماذا؟ نستعيذ بالله من شر الضحك. كلام فارغ، كلام فارغ. اللورد شيسترفيلد أيها الإخوة كان يقول لأولاده، وكتب هذا في وصيته: إذا كنتم بين الناس فلا تكونوا ضاحكين لكي لا تكونوا سخيفين، اكتفوا فقط بأن تكونوا مراقبين للضاحكين، بوسعكم أن تكونوا مبتسمين، أن تضحكوا لا. لكن تقدمت، ولذلك الدراسات والكتابات والأبحاث العلمية والفلسفية والنقدية حول الضحك في الأعصار الماضية كانت شحيحة وشبه منعدمة، قليلة جدا جدا. أما اليوم فهي بعشرات الآلاف في علم الأنثروبولوجيا، في السوشيال سايكولوجي، في السايكولوجي أيها الإخوة، في علم الخلايا، حتى في علم الوراثة هناك علم الضحك، علم كامل كثير جدا الآن بحمد الله، لأن البشر بدأ إيه؟ بدأ يعي قيمة هذه الغريزة التي فطر الله الناس عليها، وأنه هو أضحك وأبكى. هذا كنز بين أضلاعنا أيها الإخوة، نبدده دون إيه؟ أن نعرف قيمته، نبدده دون أن نعرف قيمته. لذلك بعضهم وقف الموقف المعاكس. فاللورد نيو بولد، وكان صديقا للأستاذ العلامة عباس العقاد، اتصل حبله به حين كان العقاد منفيا تقريبا في الخرطوم، والعقاد بمناسبة صاحب الكتاب العظيم جحا الضاحك المضحك، الذي أراد أن يطور وأن يبلور فيه بعض النظريات المعمقة أيضا في تفسير وتعليل الضحك رحمة الله عليه. فنيو بولد أيها الإخوة صديق العقاد كان يقول: أنا أقترح أن تفتتح المجامع العلمية العالمية والمؤتمرات الدولية بأفلام فكاهية، فيلم يعرض فكاهي يحضره قادة الدول العظمى، وبعدين يبلش المؤتمر. لماذا؟ طبعا في إشارة إلى أن ملكة الضحك لا يستطيعها أيها الإخوة قساة القلوب والديكتاتوريون وجزارو الأمم، لا يستطيعونها أبدا. سؤال العالم نفسه عن تعريف السعادة، أصعب شيء أن تعرف السعادة، صعب جدا، لذلك تعريفه بالمئات. فقال: ليس عندي تعريف محدد، لكن ما عندي هو: لو كان الناس سعيدين لما ذهبوا إلى الحرب. وهذا صحيح، وهذا صحيح. لذلك لابد أن نكون سعيدين إذا كنا قادة الدول، حتى نستطيع أن نحل مشاكلنا حلا حقيقيا. هل تظن الناس الذين يحتربون ويتقاتلون ويسفك بعضهم دم بعض سعداء، حتى وإن كانوا أيديولوجيين ومؤمنين ويبتغون الجنة عند الله؟ لا والله، ليسوا سعداء، بل تعساء، تتأكلهم الأحقاد والضغائن أيها الإخوة، والرغبة في الثأر والانتقام، للأسف ربما لأن ثقافتهم لم تعطهم هامشا واسعا ومجالا متاحا مقدورا أيها الإخوة، وبالتالي مشكورا من ماذا؟ من خبرة السعادة عبر الابتسام والضحك، حتى في اللحظات الحالكة، حتى في اللحظات الحالكة. العجيب في شأن الضحك أيها الإخوة أنه قريب جدا أيضا من البكاء، لذلك قناه الله به، قال: وأنه هو أضحك وأبكى. يمر أحدنا في مواقف كثيرة لا يدري فيها أيضحك أم يبكي، صحيح؟ لا يدري، وربما يتناوبه إيش؟ الاستجابتان، يضحك ثم يبكي ثم يعود إيه؟ يضحك ثم يرتكس يبكي، وهكذا. ويحدث هذا للأطفال كثيرا، ويحدث أحيانا للراشدين، والعرب يقولون: شر البلية ما يضحك. إذن ممكن أن يضحك الإنسان من عظم البلية والمصيبة. وأبو الطيب يقول في وصفه لأهل مصر: وكم ذا بمصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكا. واللورد بايرون الإنجليزي يقول، وهو شاعر كبير طبعا معروف عالمي، يقول: ما ضحكت مرة من مشهد إنساني زائل إلا كان ضحكي تجنبا لبكائي. فهذا يختلط بهذا، وهما من المشاعر العميقة والغرزية والأقدم في تطور الإنسان. يبدو أن الإنسان مذ كان يضحك ويبكي، ويبكي ويضحك مذ كان، كل إنسان. فالذي لا يمارس الاستجابتين بشكل أيها الإخوة طبيعي، بشكل مفهوم ومعقول، منقوص الإنسانية، منقوص الآدمية. صدقوني بعض الناس، أنا أعرف بعض الناس الذين أحبهم وأحترمهم،
قليل في حياتي، وربما لا أذكر أني رأيتهم مرة يبكون وأنا أشك في إنسانية هؤلاء وأن كنت أحترم مسالكهم. لا، لا يعجبني ولا يرضيني ألا أرى إيه؟ الرجل أو المرأة يبكي في موقف. لابد أن تبكي يا أخي، لابد أن تبكي رحمة، لابد أن تبكي فرحا، لابد أن تبكي شوقا، لابد أن تبكي شغفا، أن تبكي ألما. لكن لا أذكر أنني رأيت بعض هؤلاء يبكي في موقف على مدى سنوات، وهذا نقص في الإنسانية. بعض الناس للأسف أيضا ثقافته المنكوسة تعلمه ذلك، أن البكاء عيب. لكن ليس عيب أن النبي بكى مئات المرات إن لم يكن آلاف المرات على المنابر وفي المحاريب وأمام الناس، وكان يمسح دموعه التي تخضل لحيته الشريفة، كان يبكي. بعض الناس يخجل حتى أن يبكي من خشية الله أمام الناس، يخجل وليس إيه يدعي أيها الإخوة الورع عن ذلك خاصة، وإنما يخجل، يأخذه الخجل أن يبكي. وبعض الناس أيضا سيما إن كان من علية الناس ومن ذوي الهيئات وأصحاب المناصب والشيات أيها الإخوة يخجل أن يضحك. دائما يدعي العبوس والصرامة والرزانة، نقول له أنت على موعد مع الاكتئاب إن قريبا أو بعيدا، أعصابك في خطر، إن غفر لك المجتمع فلن تغفر لك أعصابك، انتبه، حالتك ليست طبيعية، ليست سوية، حالتك ليست حالة سوية. لا يستطيع. ولذلك بعضهم إذا أراد حتى أن يرسم ابتسامة تأتي ابتسامة دوتشين أيها الإخوة، لا تتغضن العينان، لا ينزلخ الحاجب أبدا، نعرف أنها ابتسامة مزيفة، ابتسامة النادل أو مضيفة الطيران، لذلك لا يتواصل معها. مثل ابتسامة المفصوم، الشخص الشيزوفرينيك المفصوم يبتسم ثم يأخذ يقهقه، يقول أطباء المعالجون، ولكن لا يتعاطف معه أحد لأنها قهقه غير حقيقية وغير صادقة، بخلاف المصاب بلوثة المرح وهي لوثة هوسية، نوع من الهوس يصل إلى درجة تسمى لوثة المرح، يضحك ضحكا عجيبا لا يملك معالجه النفسي إلا أن يبادله ضحكا بضحك فيغرق هو أيضا في الضحك. حالة طبيعية، هذه حالة طبيعية، لأنها ضحكة من القلب كما يقال، يضحك من قلبه. والعجيب أن الإنسان إذا ضحك واستغرق في الضحك تسيل دموعه، فيرى من يرى أيها الإخوة ويحسب أنه يبكي، صحيح؟ لذلك هما قريبان جدا، هاتان الاستجابتان قريبتان جدا إيش؟ في بني الإنسان. فنعود أيها الإخوة، نقول نعم هو مفيد جدا للإنسان، ويسميه عالم النفس المشهور أيضا وله دراسات علمية رصينة في هذا الباب ليبيرك، يسميه الركض الداخلي internal jogging، يقول هذا ركض داخلي، كما أن الركض الخارجي يساعد الجسم على التخلص من سمومه أيها الإخوة وينشط الأعضاء والآليات، كذلك هذا الركض الداخلي وهو الضحك يساعد النفس على التخلص من إحباطاتها، من آلامها ومن سمومها. لكن أراد أن يتكلم بمنطق علمي محدد، فذهب الرجل وأجرى بعض التجارب ووجد فعلا أن الإنسان حين يمارس الضحك ويضحك ويضحك ترتفع نسبة الهرمونات الجيدة، إندورفينز، الإندورفينات أيها الإخوة، والدوبامين، السيروتونين ترتفع، وحين إلى يضحك أيها الإخوة ترتفع نسبة الهرمونات ماذا؟ السيئة، أدرينالين والكورتيزول، ترتفع هذه وتنخفض هذه. وهذا يؤكد إيه أيها الإخوة صحة النظرية أن الضحك يطيل العمر ويساعد على تواصل الحياة مبتهجة ملتمعة وامضة، وأنه هو أضحك وأبكى. لا بد للمرء أن يضحك أيها الإخوة، وإن لم تكن الظروف ودائما وفي كل وقت تساعد على أن يضحك من قلبه وأن يضحك بصدق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. والآن أيها الإخوة حتما علينا، تحتم علينا الظروف، من باب استكمال أيضا الشطر الآخر من الآية وأبكى، أن نقص عليكم هذه القصة الواقعية، ربما بعضكم سمع بها لا أدري، ربما بعضكم لم يسمع بها. مجموعة من الإخوة، ولا نريد الآن أن نذكر الأسماء بشكل واضح لما تعلمون، أورثهم أبوهم
دارا كبيرة ذات مرافق، فتنازع الكبار منهم، الصغار طبعا لا علم لهم إيه بحقيقة هذه المسائل، الميراث والمواريث ونصيب هذا ونصيب هذا ونصيب تلك، يلهون يلعبون ويأتمرون بما يشير عليهم به الصغار. اختلف الكبار أيها الإخوة، ماذا لك من هذه الدار؟ ماذا لي أنا؟ أين نصيبك؟ أين نصيبي؟ أين حدودك؟ أين حدودي؟ فانتهى بهم الأمر والعياذ بالله إلى أن شرعوا يهدمون الدار حجرا 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 حجرا، بل أكثر من ذلك، رفع بعضهم يده على أخيه وسال الدماء. أسوأ من ذلك، انتهى هذا النزاع بقتل بعض الإخوة لبعضهم. فالآن أيها الإخوة، بعضهم يموت أو بعضهم مات والدار تتهدم. هل سمعتم بهذه القصة؟ أعتقد أنكم جميعا بلا استثناء ترونها الآن على التلفاز، ما يحصل في فلسطين وما يحصل منذ سنين في العراق هو هذه القصة. لذلك أيها الإخوة، أود أن أقول لكم شيئا وأرجو أن يكون واضحا لي أولا ولكم، ونسأل الله أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أسوأ شيء يصاب به الإنسان أن يخلي الله بينه وبين نفسه فيكون مشاركا في فتنة تسيل فيها الدماء وتزهق فيها الأرواح ويخرب فيها العامر وتنتهك فيها الأعراض والحرمات، ويشمت فيها الشامتون ويحزن فيها الوادون المخلصون. أسوأ شيء سيكون لعنة عليه في التاريخ، ولعنة عليه بين لداته وأترابه وأهله وإخوانه، وربما لعنة عليه عند رب العالمين لا إله إلا هو والعياذ بالله رب العالمين. هذا ما يحصل. سأقول شيئا، بعض الناس قد يكون حاسوبا أو موسوعة علمية في استظهار معلومات وبيانات ومعطيات غريبة وعجيبة جدا ودقيقة ولا ينازع في ذلك، لكن وهذا حالة مرضية، نتحدث عن حالة مرضية، ولكنه رغم ذلك عاجز عن التفكير. ربما رأيتم بعض هؤلاء المعاتيه في التلفزيون، يحفظ مئات المجلدات، يحفظ سنوات بأحداثها باليوم بالساعة، شيء غريب جدا، لكنه متخلف عقليا ولا يستطيع أن ينتج لك فكرة واحدة سليمة. هذا ما يحصل مع كثير من أمتنا اليوم. ما أحب أن أقوله ليس يعنيني في هذه الظروف أن يأتيني الشيعة أو السني الحمساوي أو الفتحاوي وأدخل معه أو يدخل مع أخي في مساجلة طويلة لا أول لها من آخر، الحق مع من؟ من الذي بدأ؟ من الذي رد؟ لا، أنت حصل في تاريخ كذا في يوم كذا قبل 10 سنوات أنتم فعلتم هذا. هذا لا يعنيني. ما يعنيني فقط أيها الإخوة هو شيء يعني كل مفكر وكل عاقل، كل إنسان لا يتمتع فقط بقدرة استظهار المعلومات والتواريخ والجزئيات والأحداث والتفاصيل، وإنما يستطيع أن يولد رؤية، أن تنكشف أمام بصيرته رؤية أيها الإخوة، أن يحتكم إلى أنموذج عام، هذا الأنموذج تصدقه حكمة التاريخ وتصدقه حكمة الواقع ويصدقه المنطق البدهي البارئ من لوثات الأيديولوجيا والتحزب والتمذهب. أنا متأكد الآن لو جئنا إلى مواطن عراقي أو مواطن فلسطيني ليس له علاقة بكل هذه التصنيفات، لا يعني أن يكون سنيا ولا شيعيا، مواطن بسيط جدا 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 يعني بالكاد يصلي صلاته على أي مذهب من المذاهب الأربعة، لكن لا يعرف معنى كونه سنيا، وإن كان شيعيا لا يعرف معنى كونه شيعيا، لأنه جاهل تماما، وهذا يصنف على أنه جاهل، انتبهوا، جاهل عند السنة وجاهل عند الشيعة. أو مواطن فلسطيني لا يدري ما هي حماس ولا ما هي فتح، ولا يعنيه أن يدري، يأكل ويشرب غلبان. لو سألنا هذا الإنسان بالمنطق البدهي الذي لم يلوث بالأيديولوجيا وبالتعصبات، طبعا ما يحدث الآن ببساطة مباشرة يعمد الحمساوي إلى التلفزيون أو إلى الإنترنت بالذات، يفتح على المواقع الحمساوية ليرى تبرير حماس لما تفعل ويصدق كل ما هنالك، ليس عنده استعداد أن يتشكك في كلمة مما هو مكتوب. الفتحاوي مثله لا يقل عنه شأنا، يذهب ويصدق كل ما يلقى إليه من جهته، وليس لديه استعداد واحد في المليون أن يتشكك فيما يلقى إليه. كذلك الشيعي، كذلك السني، صدقوني أنتم توافقون على هذه الحقيقة، لأن هذا هو الجاري، هذا هو الحاصل شئنا أم أبينا. طيب، لكن هذا الأبيض الخام المواطن الخام سيقول لست مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، لأن ما أرى أن الوطن يضيع،
الإخوة يقتتلون، كيف أؤيد؟ لا أريد أن أشارك في كل هذا العبث. هذا موقفه حق أيها الإخوة، صدقوني هذا موقفه حق. لذلك النبي وجهنا توجيهات، ولدينا خطبة مطولة وخطب في هذا الموضوع في زمن الفتنة. إلى ماذا؟ إلى السلبية، أن نكون سلبيين، أن نكون سلبيين، نلزم بيوتا سلبيين فعليا أو مسلكيا، لكن بالكلام ننصح، ننصح بما يجمع، بما يوحد، بما يفوت على العدو تحقيق مقاصده ومخططاته اللعينة. يا إخواني يا إخواني، في المواقع، في المجلات، في الكتب، في المحاضرات، على ألسنة القوم منذ أكثر من سنتين، ويتردد أن المنطقة في انتظار حروب طائفية ومحلية، صحيح؟ وبدأ هذا يظهر هنا وهنا وهناك، ثلاث بقاع، أربع، ويزداد الأمر. انتبهوا، إذا المخطط سالم، المخطط إيه ماشي، سبحان الله، ناجح ممتاز. ليس لدينا من حكمة أن نقف هذا العبث؟ ليس هناك أصوات لديها قدر من الحكمة فعلا أن تساهم في وقف هذا العبث؟ أن تدق ناقوس الخطر ليلا نهار أيها الإخوة، تنذر من عواقب هذا العبث؟ ما الذي يحصل؟ شيء فظيع أيها الإخوة، الذي يحصل شيء فظيع جدا. فالمفكع الواعي تفيده خبرة التاريخ ومآسي الواقع، مآسي هذا القرن المنصرم العشرين أيها الإخوة، أن الكل في النهاية سوف يكون خاسرا. والله العظيم، والله العظيم، الكل سوف يكون خاسرا. كما قلت لكم، لست معي أدخل في مساجلات، لكن هناك تيار انقلابي داخل فتح يوري لا يعني المساجلات، لأنها لن تنتهي أيضا، وربما لن تنتهي إلا إلى صب الزيت على النار، إلى تأريث هذه النيران. وفي النهاية المواطن هو الخسران، الفلسطيني هو الخسران، القضية هي الخسرانة، الكل خسر، العدو رابح دائما، العدو رابح في هذه الظروف. مش ممكن. كنا نشعر أحيانا أيها الإخوة بشعور العز والفخار لمناضل يسقط أو يرتفع أيها الإخوة شهيدا في نضال عدوه، لكن الآن لدينا شيء مما يعرف بالإبهام أو الإزدواجية العاطفية، ambivalence، يعني لا نعرف، هو شعور بالعار، شعور بالخزي مع شعور بالحزن، شعور بالخزي والعار مع شعور بالألم، بالقلق، بالخوف مما سيأتي، مما هو حاصل، لا نعرف. لكن هو دائما مركب من شيئين سيئين، خزي مع عار مع قلق وخوف وتوجس. حين نرى الأخ يسقط بيد أخيه، حين قصصت عليكم الأمثولة تأثرتم. طبعا أنا أردت أن أوحي إليكم أنها حصلت هنا في فيينا، إخوة ورثوا أباهم وحصل كلكم، فهمتم الحقيقة جلية في لحظة تبصر، في لحظة إنسايت واضحة تماما. تعرفون لماذا؟ لأنكم في هذه اللحظة فعلا مفكرون، استندتم إلى نماذج أيها الإخوة لا تخطئ، نماذج دائما صادقة. لكن حين صرنا من النمذجة ومن التجريد إلى التعيين والتشخيص أيها الإخوة، أنا متأكد أن بعضهم الآن مرتاب، بعضهم بدأ يسجل نفسه أو يسجلني داخل نفسه، ولكن أنا يعرف الشيخ أن كذا كذا، لا يعرف الشيخ ويتابع، لأن الشيخ مهتم بهذا الشيء، وهذا الذي يأكل كبده، يعرف هذا الشيء بلا شك، يعرف ما تعرف أو بعض ما تعرف. لكن الذي أعرفه أن هذه الحروب الداخلية، قتل الأخ لأخيه، تهديم الأوطان، تمرير المخططات، لا يمكن أن يصادق عليها عاقل. يقول عليه الصلاة والسلام: عبادة في الهرج، عبادة في الهرج. الهرج هو القتل، الاقتتال الداخلي. النبي ماذا قال في الهرج؟ قال شارك؟ لا، قال اعتزل بيتك، كن كحلس من أحلاس بيتك، مثل سجاد قديم لم يتحرك من 20 سنة في البيت، كن مثل هذا السجاد، إلزم بيتك. وعبادة في الهرج كهجرة إلي، كهجرة. كم مرة ذكر الله الهجرة في القرآن الكريم، شأنها وشأوه عظيم جدا، كما روى أحمد حين قال الأعرابي الذي أراد أن يهاجر، قال: ويحك إن الهجرة شأنها عظيم، ولكن اعمل من وراء البحار فإن الله لا يضيع أي عملك. الحديث المشهور، الهجرة شأنها عظيم جدا جدا، وخاصة حين تكون هجرة إلى رسول الله في مهاجره صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. قال: عبادة في الهرج كهجرة إلي. لماذا؟ والله العظيم أيها الإخوة، كل ما يمر بالأمة وبنا وبكم من تجارب، من محن، من اختبارات، من فتن، يؤكد دائما أنه لا يتمتع بالبصيرة الحقة إلا من آمن حقا بالله ورجى الله واليوم الآخر، من كان دائما تلمحه وعينه الله، وجه الله تبارك وتعالى، ما عند الله، ويعلم أن له موقفا قريبا ووحيا أيها الإخوة بين يدي رب العالمين، هذا الذي يعطى البصيرة
وهذا الذي يزن الأمور بميزان يرضى به الله ويرضاه الله لنا سبحانه وتعالى. كل من ابتعد عن هذا الطريق ولم يكن رجاءه الله واليوم الآخر وما عند الله، فإنه يظن نفسه إلى درجة أنه يجود بنفسه، يقتل أو يقتل، يظن نفسه قد اقتعد على عرش الحقيقة المقدسة المطلقة الكاملة، وأن كل ما يفوه به هو الحكمة، منتهى الحكمة، وما يخالفها إلا الضالون إلا الجاهلون. يظن هذا المسكين مع أنه غارق في الضلالة وغارق في الغوايا وغارق في العمايا والعياذ بالله تبارك وتعالى. فلنعود إلى الله. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وكلماتك التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر أن تحقن دماء إخواننا عبادك المسلمين في فلسطين وفي العراق وفي الصومال وفي لبنان وفي كل مكان. اللهم احقن دماء المعصومين يا رب العالمين من عبادك أجمعين. اللهم وحد أمر هذه الأمة وأبرم لها أمر رشد تعز فيه أولياءك وتذل فيه أنوف أعدائك، يعمل فيه بطاعتك، يتآمر فيه بالمعروف ويتناهى فيه عن المنكر وتأمن فيه السبل يا ولي المؤمنين، يا مجيب دعوة المضطرين يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك أن تجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبهم الفتن والفتانين ما ظهر منهم ومنها وما بطن بعزك وقدرتك ولطفك الخفي يا جميل الألطاف يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.